بنرجع لنظافة المطبخ يعني عادي. خذوا لي لفة على المطبخ وصاخته. طبعا شوف الفريق الأول القدور وسخة للأسف، ولا كان يعني ولا كانهم داخلين منافسة. من 1500 نقطة ارتفعت 500 نقطة، والشهر الجاي راح ترتفع 500، بتصير الجائزة 2000 نقطة. يعني المطبخ كمية نقاط توزع للمتسابقين، ولكن لا حياة لمن تنادي من المتسابقين، والتهاون اللي فيهم يعني ضيق الصدر حقيقة. شوفوا النظافة عندهم زيرو. شوفوا النظافة عندهم. شوفوا ما راح يقدرون أبدا إنهم ينفذون والله صعب صعب جدا. يعني أنا أتوقع لو جاهم ضيوف مستقبلا راح يبلشون في نظافة المجلس. وقف أنت وياه، تعال هنا بسرعة، قوم اطلع. وقف، تعال هنا، تعال عندي هنا. عبد العزيز مخصوم منك، مخصوم منك على شيء تكذيب. اقعد. بسم الله، حر خفيف يعني، لا تكثر يعني. دي هنا. عشان المخرج ياخذها اللقطات. والله زين. حاطين ما انتم؟ لا لا. اي هي بداية. مخرجنا كذا. ما قلت ما دخل. طيب صلوا على النبي. على بال المخرج بس. الا عزوز تفضل اذكر مشعل. اي حط المقلايه ورا، شوفها ورا الكنب هناك. مشعل تدري عليه خصم؟ شوف مطلعوه. لا انا شوف انا يعني احرق يدي فحلتها لا شعوريا. يا اخي شكرا لوجودكم، فريق الانتاج، الاخراج، المخرج، المعد، عفوا حق الصوت، بيض الله وجيكم، متابعين، كل حاجه. هذا ان دل على انكم فعلا في المكان المناسب. صحيح. ارفع لكم القبعه كذا. الاخراج ولا بلاش كذا؟ الناس يعني حقيقة شيء فاخر، أنا فخور فيكم يا مخرجين. كفو. خصم على مشعل قنور 100 نقطة. استاهل. طيب. استاهل، سامحني جاني أمس. مش أنا هذا ال ال ال. أحمد ربك ما دخلت السجن أنت وطبختك. طيب، السؤال الأول العز، أذكر اسم أكثر شخص أضاف لك شيء جميل ما تنساه وتحمد ربي أنه بحياتك. أكيد أنا. طبعا اتمنى انه يكون من خارج النسخه صراحه. ابوي ابوك الله يخليه لك ويطول في عمره ان شاء الله ويحفظه من كل مكروه. نعم الاب هو الوحيد اللي صراحه يكون في مكان الخليل، الله يخليه لك ان شاء الله. طيب فيه خلاف بينك وبين احد المتسابقين.